طول عمري فكرت أنه بإيماني بالمسيح أنا باش نرفض عيلتي، بلادي وثقافتي. طول عمري أنا آمنت أنه المسيحيين يعبدوا في ثلاثة آلهة. أنا طول عمري آمنت أنه المسيح عمره ما مات على الصليب. أنا فكرت أنه يكفي أنك أنت تكون مسيحي لكن مش لازم تطيع. أنا كشخص طول عمري فكرت أنه بما أني أنا تخلقت مسلم، فكرت أنه أيضاً أنه الإسلام هو الطريق الوحيد وما عنديش حتى خيار آخر في الدنيا. أنا فكرت أنه الكنيسة بنية. أنا فكرت أنه وقت اللي يكفي أنه نمشي لمكة، هذا يبش يخليني مغفور من كل الخطايا والذنوب متاعي. أنا طول عمري فكرت أنه رسالة المسيح هي لليهود ومش لبقية العالم الكل. طول عمري مفكر أنه ما عنديش ضمان للخلاص. أنا ديما مفكر وأمنت أنه أنا لازم نعيش بطريقة معينة حتى أنه نولي مقبول عند ربي. أنا ديما مفكر ونآمن أنه رحمة الله باش تكون موجودة في حياتي نهارت اللي أعمالي الحسنة تكون أكثر من سيئاتي. أنا آمنت طول عمري أنه قيمة المرأة في الدنيا هذه ديما أقل من الرجل. أنا طول عمري نفكر أنه الله يمتحن فيا. طول عمري فكرت أنه الله ما هوش قريب مني. أنا يظهر لي الإنجيل محرف. أنا طول عمري كنت مفكر في هذه الأمور، لكن الآن أنا منؤمنش هكاكا.